آخر الأخبار والمستجدات عن مرض الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا وحقنها ببلازما الدم. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية السبب وراء عدم تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوي كل هذه الفترة بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقال إن السبب يعود إلى إصابتها بمرض آخر لم يكشف عنه. كما أكد الدكتور حسام حسني في تصريحات أنه لا صحة لما تردد حول حقن الفنانة المصرية ببلازما المتعافين من فيروس كورونا 3 مرات، موضحا أن ذلك عار تماما من الصحة والتعامل مع الفنانة رجاء الجداوي مثل أي مريض آخر. وأكد أن الفنانة لم تحصل على العلاج ببلازما الدم سوى مرة واحدة فقط وتحسنت وقتها، ولكن حالتها ساءت فيما بعد. وعن تفاصيل حالة الفنانة في الوقت الحالي أكد أنها ليست جيدة، لكن لدينا أمل لأن تشفى. وخلال الساعات الماضية انتشرت أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي وتفيد بإجراء المسحة الرابعة لها والتي جاءت إيجابية أيضا. أفادت مصادر بأن الأطباء اضطروا لوضع الفنانة على جهاز تنفس اختراقي متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين، بالإضافة لجهاز تنفس صناعي موصول بجهاز ضخ الهواء المستمر للرئتين. الفنانة رجاء الجداوي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في نهاية مايو الماضي، وقتها دخلت إلى المستشفى العزل في الإسماعيلية، وذلك بعد أن شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل لعبة نسيان. الفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر سنة 1938، أي هي الآن بعمر 82 عام، وهي عارضة أزياء وممثلة مصرية تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات حتى الآن بعد الفنانة ميمي جمال. تزوجت من حارس المرمى نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر حسن مختار، وأنجبت منه ابنتها أميرة وهي الوحيدة.